بهذا القدر أجتزئ حمدا الله مصليا وسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلا إخواني بعد الله سبحانه أن يحلون من أي مظلمة صدرت في شأنهم. نسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم، وسائلا الله أن يغفر لنا ما صدر من فتاوى لا ترضي، لكن يعلم ربنا ما تعمدنا أبدا أن نكذب عليه ولا على رسوله ولا أن نضل قوما. أرجو من إخواني العفو والمسامحة، ثم أرجو منهم الدعاء لنا بتيسير الحج وسبل الحج، ونلتقي بكم على خير إن شاء الله. أسأل الله أن يلقينا بكم على خير. اللهم لك الحمد.